عليكم السلام ورحمه صحيح الله. صحيح يعني كل ما اجي اتكلم تقطعني. السلام عليكم. عليكم السلام، تفضل اخونا ابو عاش. اقول الحمد لله. اولا انا قلت ولا زلت اكرر، يعني ما دخل الامام علي وفاطمه والحسن والحسين في ايه التطهير؟ اولا الايه واضحه سياقها وتناسقها انها في نساء النبي عليه الصلاه والسلام، والدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ هذه الآية عليهم، لا أنها نزلت فيهم خاصة. اسمع كلام شيخ الإسلام ابن تيمية من العلماء ماذا يقول؟ يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا الله لهم بأن يذهب عنهم الرجس ويطهرهم تطهيرا، وغاية ذلك أن يكون دعا لهم بأن يكون المتقين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم. واجتناب الرجس واجب على المؤمنين، والطهارة مأمور بها كل مؤمن. أيضا هذه الآية التي تسمى آية التطهير إنما نزلت في نساء النبي صلى الله عليه وسلم خاصة. وإنما أدخل الحسن والحسين ووالديهما من باب التكريم لا من باب أن الآية نزلت فيهم، فقط يريد أن يكرمهم ويدعو لهم لا أقل ولا أكثر. ولكن هناك من أقحمهم في الآية وقال نزلت فيهم وهم أهل التطهير وهم، وهذا بعيد كل البعد، وهذا ضرب لآيات الله. سؤالي ما هو معنى التطهير يعني وعدم تدبر لكلام الله عز وجل. الآيات من نهاية الجزء 21 وبداية الجزء 22 آيات متناسقة متسلسلة، يعني من يأتي ويخرم هذه الآيات. أبو عاش شيخنا الحبيب، النبي محمد صلى الله عليه وآله داخل في هذه الآية ولا لا؟ نعم داخل في هذه الآية. إذن الآية خاصة بدليل بخلي خدمك الآية خاصة بالنساء، يعني النبي صلى الله عليه وآله هو الذي أدخل علي وفاطمة والحسن والحسين كان ينالوا البركة، النبي من دخله؟ الله عز وجل دخله، لست أنا ولا أنت. زين ليش النبي لحظة ليش النبي الله دخله وعلي بن أبي طالب وفاطمة سلام الله على الجميع لم يدخلهما والحسن والحسين لم يدخلهم الله؟ ليش هذا دخل الله وذولا لا؟ ذلك فضل الله يأتيه من يشاء سبحانه وبحمده، هذا فضل من الله لإكرام هؤلاء. طيب اعطيني أحسنت خلاص. أنا أسألك سؤال عائشة تحت من؟ أجب على عائشة تحت من؟ تحت النبي. وفاطمة تحت من؟ تحت علي عليه السلام. أيهما أفضل؟ انتهى الموضوع، تفضل. لا انا صافي. فاطمة افضل لا غلط فاطمة افضل. لا غلط افضل التي تحت النبي وليس تحت علي. لا هذا دليل على الفضل العالي. لا غلط. طيب سؤال يا اخي ابو يوسف. ابو يوسف والله كلكم غلط، الله يشهد كلكم غلط، انتم وابو عائشة كلكم شلع قلع غلط، لانه المفاضلة تكون بين سمخين يتماثلان يتشابهان. فاطمة ما تشبه عائشة حتى يمثل بعائشة، ايش بكم انتم؟ فاطمة بالعكس بالعكس بالعكس، هناك احسن هناك فرق، ما في شبه. أكرمكم عند الله أتقاكم يا أبو عائشة. لا من حج لا من باب اللطيفة ومن باب المشاكلة الآن أبو عائشة، أريدك تجاوب نفس الجواب من باب المشاكلة ومن باب اللطيفة. عظيمة جدا. لحظة من باب المشاكلة الآن إخواني، الآن التفضيل يكون للزوج، تفضيل المرأة بزوجها التي تكون الذي تكون تحته، واضح إخواني الأعزاء؟ الآن عندنا امرأة نوح تحت نوح وامرأة فرعون آسيا تحت فرعون، أيهما أفضل، التي تحت نوح أم التي تحت فرعون؟ لا فرعون لو نوح أفضل. أيهما أفضل، التي تحت نوح أم التي تحت فرعون؟ جاوب. والله سيدنا ردت الأسبة في القضية والله العظيم. يا أنا أجيب. يا وعائشة على السريع، أيهما أفضل، التي تحت نوح أم التي تحت فرعون؟ شاب
من اسمع اسمع هذه هذه كبسه كبسه موسويه كبسه موسويه لا لا ما هي كبسه والله ولا ولا حلطه ولا حد مين الجواب جوابك هو جوابي اسمع ساجيبك انا والله ساجيب والله ساجيب جاوب تفضل امراه نوح تحت نوح هي زوجه فمن باب الزوجيه هي افضل لكونها امراه نوح اما من باب الايمان فآتي افضل منها من باب الايمان زين عائشه من باب الزوجيه والايمان لحظه لحظه عائشه من باب الزوجيه لو الايمان كليهما كليهما زوجيه وايمان زين عائشه من من باب لا منفصل بس الاستثناء مين جبت هذا ابو عائش اذا لو سمحت واضح واضح الله عز وجل انا عندي مو واضح لا لا هو الان دخل في ماذا دخل في الزوجيه والايمان اذا ندخل في زوجيه عائشه وفي ايمان عائشه صح لو مو صحيح عائشه منافقه بشهاده القران الكريم لا عائشه نافقه ما ثبت انها منافقه هذا يقوله من يقول وقد حاد عن الصراط المستقيم لا لا عائشه نافقه عائشه نافقه ظهرت علي بن ابي طالب والذي يظهر علي بن ابي طالب منافق في مثلها نفاق اتحد ما ضغطت علي كانت تبغض علي عائشة الألباني يقول مو أنا اللي أقول محمد باكر الدين الألباني وقف عائشة عائشة بل يقول تلامذة عائشة كانوا يحبون علي بن أبي طالب حجو السلام عليكم عليكم السلام من معي تيمية يقول اسمع ماذا يقول ابن تيمية يقول سيد حيدر الجامدي أحق أن يكون هلا مولانا سيد حيدر عندي صوت عندك صوت أبو كريم عندك صوت إيه في كتاب حقوق أهل البيت لابن تيمية يقول فهؤلاء يذكر آية التطهير ويقول إن هاي الآية نزلت ولما نزلت جاء علي والحسن ويقول فهؤلاء أحق أن يكونوا أهل بيت لأن صلة النسب أقوى من صلة الصهر والعرب تطلق على هذا البيان للاختصاص به للحكم قول النبي صلى الله عليه وآله ليس المسكين بالطواف الذي ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان إلى أن يقول في هذا الكتاب يبين فضل علي والحسن والحسين ويقول إن الآية نزلت فيهم وليس يعني الزوجات يقول إيه ولكن هذول أخص من الزوجات يا أبو عائش طيب سيد حيدر تفضل السلام عليكم حجي عليكم السلام ورحمة الله وبركاته هلا بالسيد والسلام للسيد الموسى والشيخ الإمام وكل الموجودين حياك الله حجي أول شيء عائشة ما موجودة بآية التطهير والدليل هي يقول بالحاكم رقم الحديث 6717 لا تدفنوني مع رسول الله لأني أحدثت حدثا بعد النبي فإذا كانت مطهرة الحدث ما يصير هاي واحد صحيح مسلم عن عمر بن الخطاب بلغني يا بنت أبي بكر قد أذيت رسول الله سنت. يعني حج احنا نعرف المطهرين سلام الله عليهم اهل البيت ما يحدث الحدث من عندهم ولا يخرج الخطأ من عندهم واضافة الى التظاهر على النبي صلى الله عليه واله فاللي اللي اللي طيبة ما تتظاهر على النبي صلى الله عليه واله احسنت سيدنا جزاك الله خير جزاك ان شاء الله الله, يعني الله يكتب لنا زيارة ونشوفك مرة اخرى والله يا ريت يا حجي يا ريت هذا شرف ما بعد شرف الله شاهد ورسوله الله بس حجي شوف ما انت الله سبحانه الكاميرا مال حجي كاميرتك راحت ماكو صوره اي والله انا كاميرتي راحت ولا ادري بروحي على اي حال هذه كاميرا ثانيه حجي الله 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 سبحانه وتعالى يهددني بالامام علي سلام الله عليه وانت ظاهر عليه فالله مولاه وجبريل وسائر المؤمنين غير صحيح غير صحيح هذا ليس تهديد وانما هو عتاب من الله عز وجل ليس تهديد رد على ابن تيميه ابو عائشه رد على ابن تيميه ابدا الرسول الله عز وجل لم يهدد انزل منه وانما هذا عتاب رقيق من الله عز وجل له طيب لحظه ابو عائشه ام عباس ايضا تريد ان تشارك تفضلي اختنا ام عباس
السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. الحمد لله على سلامتك شيخنا أستاذ وعد. حياكم الله، سلمكم الله وسلام. السلام على ابني أبو باقي وعلى السيد ميتم وعلى يحفظكم الله يحفظكم الله يبارك بك. يا أبو عائشة، أنت كل قناة تتوع عليها أنا لهكتك وين ما كان، صيح سيدة النساء عائشة. أريد أسأل سؤال للسنة الموجودين من غير أبو عائشة، هل عائشة هي سيدة نساء العالمين أم فاطمة؟ فاطمة سلام الله. فاطمة سلام الله عليك. لا، أبو عائشة يقول عائشة هي سيدة نساء العالمين. القرآن يشهد، القرآن يشهد، ما هو بأنا، القرآن يشهد والسنة تشهد. زين يا أبو عائشة، إيه؟ يا شيخ القرآن شو يقول؟ لستن كأحد من النساء، لستن كأحد من النساء. إن اتقيتن، إن اتقيتن بشرط التقوى وهي لم تتقي. لا يا أبو عائشة، رسول الله اللي ذي المنطق عن الهوى هي عن وحي يوحى القرآن. خلي يتكلم وبعدين اعطيك مجال، لان هذا يحب عايش. هو تكلم صار له 50 ساعه يتكلم. يلا الان دور مع عباس. يطعن في فاطمه ويطعن باولاد فاطمه ويطعن بالحسن ويطعن بالحسين وبعائشه. اي ما دخلهم، ما دخلهم بيت الاطفال، ما دخلهم، دخلتهم انتم غصب. ما انت فاعل تطعن بهم. اسمعني انت، انا اليوم على قناه مسيحيه قلت عائشه هي سيده نساء العالمين. انا وايد سمعت يا ابا عائشه انت وامثالك. ما ادخلهم النبي عليه الصلاه والسلام من باب التكريم لهم، لا ان الايه نزلت فيهم، الايه لم تنزل فيهم. انتم اسمعني اولا انت قلت عائشه هي سيده نساء العالمين، وانا اقول لك فاطمه عن لسان رسول الله هي سيده نساء العالمين. هو الذي نطق عن لسان رسول الله سيده نساء العالمين، محمد اللي اشرف من كل واحد على الارض. هاي هذا الشيء الثاني. قال عائشه اول من فاطمه بالبيت بفتح يده وقاموا يفتون اترجل ويجون يعرفون ليش احسن من ابن فاطمه؟ دوماً فاطمه الذي تقف بجارها فاطمه الشهيره. ابو عائشه دور الاخر. الاصحاب 500,000 صحابي كلهم ماتوا وصارت عائشه هي المفتيه، تحطها افضل من فاطمه؟ شلون خطأ افضل من فاطمه؟ عائشه فتحت باب، انتم حصل قلوب في كتبكم، عائشه سوت بيت وقامت الناس يجون يفتون عندها على رايح اشياء ما طبعا اسلحه انا اتكلم بيها، وفاطمه تحطها ويا عائشه مو؟ القران اللي طعن في عائشه تحط عائشه ويا فاطمه. وعائشه بطل والله ذاك اليوم على القناه المسيحيه انا لو طالعت لك صفحت لك فضيحه.
بطل من فاطمة، بطل من فاطمة. لكن لا تقول نرجع على احتجاجيات اتصالات عليهم دول المسيح. اسمعني، فاطمة هي سيدة نساء العالم. رسول الله قال منها لا قول الشيطان، وهذا البخاري الذي أنت تعترف به هو يقول على عائشة هي قول الشيطان. ويجي على بيت فاطمة يقول السلام عليكم يا بيت الأبوة. أنت قعدت يا أبو عائشة، خلينا إحنا نحترمك، وثانيا عائشة أنتم تطعنون بيه وأحبوه من مطعبية. أما فاطمة هي سيدة نساء العالمين وأفضل نساء العالمين من يوم ولدت إلى هذا اليوم، من يوم انخلقت على الله المحفوظ إلى هذا اليوم، من يوم الله خلق الأرض فاطمة هي سيدة نساء العالمين. رغم عنك وعن أبو بكر بن أبي الدباب وعن عمر بن قحافة سائق الحمير، وأغمى على عائشة الحمامية خارج المدينة ضيق الدوار، وأغمى على كل واحد. يا عائشة احكي بأدب، وخلينا نحكي بأدب، وإحنا قاعدين نسمعك ويحترمونك الموجودين، ضل على احترامك. ابتعد عن فاطمة، ابتعد عن تحكي فاطمة وبحق فاطمة وتنصف الله سبحانه وتعالى، وأما تبتعد عن فاطمة لسانك من لسان النار يوم القيامة يا أبو عائشة. فاطمة والحسن والحسين وأبناء فاطمة وأم فاطمة وأبو رسول وأم رسول، لا أنت ولا صحابة رسول الله كلهم يلعبون هذا البيت أبدا. سمعت يا أبو عائشة؟ سمعت يا أبو عائشة؟ هاي فاطمة، هاي فاطمة، هاي كانت لا طبت على المجلس ورسول الله قاعد ينهض ويقول ويقبلها ويقعدها مكانه. وين احترامكم يا رسول الله؟ وين احترامكم يا بيت رسول الله؟ الحسين شهيد وانت تترضى عن يزيد يا ابو عائشه، ابو عائشه، ابو عائشه مثل ما احنا احترمك احترمنا واحترم وجودنا واحترم فاطمه. فاطمه سيده نساء العالمين عليك وعلي، فاطمه بنت رسول رسولك نبيك محمد اللي انت تعترف به. بس وين نبيك اللي يقول واقف؟ نبيك اللي يقول على الزباله؟ نبيك اللي ينزل ربك اللي ينزل كساء مكان يقعد ويذوب ويقول ربك وعندك صايب؟ الله الله يا ابو عائشه اسمع عدل، يكون محترم مثل ما الناس محترم. شفت هاي عليات يا وسط شنها بهزونها وانا بخليها استاذ وعد الله وصار اصليد بس تجيب روايات واشياء ليس بصحيحه، وانت تحط تقدس عائشة. هسه احنا بالنسبة لنا شيء ما نطعن بعائشة، انتم تطعنوا بها بكتبكم. هسه بس فاطمة حقها، فاطمة حقها، مثل ما احنا نطلع على القنوات المسيحية. انا طلعت، انا العباس طلعت على القنوات المسيحية وبوعد عائشة، بوعدها من كتبكم الموجودة بها الخيسة اللي حاطينها بكتبكم. انا بوعدها وقلت لهم هاي كتب السنة كلها كذب يا ابناء المسيح. مثل ما احنا ندافع عن عائشة في مكانات اخرى، انت اتفاطر حقها، اتفاطر حقها. انت ليش ايش؟ انت ليش فاطمة سيدة نساء العالمين على نساء رسول الله؟ تقول عائشة سيدة نساء العالمين ليش؟ ظلمتوها بالدنيا وكانت تغير هي من عدها، كانت تغير من فاطمة وتغير من امها وسميها العجوز. وهي خديجة لأموال خديجة وسيف علي بن أبي طالب. لماذا الدين يا أبو عائشة؟ لماذا الإسلام يا أبو عائشة؟ تكلم عدل واحكي بالغضب الله سبحانه وتعالى، لا ليغضب واحد اللامي ولا ليغضب واحد، ليغضب الله سبحانه وتعالى. أنت ما قاعد ترضي لا بشر ولا الله. طيب أم عباس شكرا جزيلا، طيب الله أنفاسكم وإن شاء الله الله يكتبها في ميزان حسناتكم. طيب احنا بالنسبه للشيعة يا استاذ وعد، بالنسبه للشيعة عندنا فاطمه هي الخط الاحمر. ممنوع واحد يتعدى على فاطمه، ودون من يتعدى بالكذب. خلي يعطينا روايه صحيحه، خلي يعطينا دليل صحيح. روح قل لي ابن تيميه مال شنو ابن تيميه؟ شنو انت تقدس؟ بس احنا ما نقدس ولا نشطيك قال زين. حاج اريد دقيقه ويا ابو عائشه اذا تسمح لي، اريد بس في قضيه تفضيل للنساء. ما ماشي بس لحظه، ابو كريم شنو قلت لي ابو كريم؟ اسال ابو باقر اذا سيد علي عنده مشرف يعرفه، اذا هذا نضيفه هنا لان ماكو مشرفين. سيد علي ابو باقر ما موجود، ابو باقر ما موجود. تفضل ابو محمد. طيب
ابو محمد معي سحجن ابو محمد لا لا ابو محمد تفضل. السلام عليكم. انا بس ملاحظه صغيره لابو عائشه. يا ابو عائشه اخي العزيز، الله جل جلاله بعظمته يحاسب الناس ويصمت الناس ويضع الناس على مسطره واحده بالتقوى، ان اكرمكم عند الله اتقاكم. نحن لا ننظر الى المسميات ولا العوائل ولا اي شيء، ننظر الى هذا الشخص، ننظر الى هذا النبي، هذا الصحابي، هذا الشخص، لهذه المرأة، لهذا الابن، لهذا الولد، لهذا الامام، لهذا العالم. ان كان في صحيفة اعماله التقوى فنأخذ به، اما ان كان بعيدا عن التقوى لا ينفع اي شيء، لا ينفع اي شيء. يعني هو اخواني المشاهدين هو التقوى. بس التقوى لحظة يا محمد. اخواني المشاهدين، الاخ ابو عائشة عندما قال لي انه عائشة تحت من وفاطمة سلام الله عليها تحت من، الله وكيلكم اخواني، نفس الموجود الان بانه السيدة الاولى، نفس ما اذا امرأة تكون زوجة رئيس تكون السيدة الأولى، من تسألها ليش يقول لك هاي زوجة الرئيس. فعندهم هذه الثقافة، الثقافة لا زالت متجذرة أنه زوجة الرئيس هي أفضل إنسانة. ولذلك يعني أنا أذكر هذا شو اسمه محمود مرسي، زوجته أصلا ما حد يعرفها، ممكن كانت تسوي كشري ومعرف إيش وشغلات بالبيت ما له علاقة. محمود مرسي صار على الكرسي، ولو بعدين طيروه من الكرسي، المهم صار على الكرسي وإذا بفضيلة الرئيس محمود مرسي والسيدة الأولى مدري منه طلعت، هي ما لها علاقة، لكن سميت سيدة الأولى وتقدم سيدة الأولى، والشنطة من كذا والثوب من كذا والمعرف إيش من كذا. ثقافة أنه مرت الرئيس أحسن إنسانة، زوجة الرئيس هي السيدة الأولى. فهذه الثقافة شو وقت نخلص منها؟ شو وقت نكون كما قال الأخ أبو محمد إنه الميزان إن أكرمكم عند الله زوجة رئيسكم، لا زوجة رئيسكم، القرآن بدلناه. المشكلة مو بس زوجة حجي، زوجة وبنت الرئيس، هم زوجة وبنت الرئيس، طبقاعة سادة الرئيس وبنت الرئيس على حال. انا حاج ايوب خليها على انت ابو عائشة، راح يكون ثواني ثواني حجي، ضروريه لان هذا هم الان على كل علماء الذي قالوا بالاجماع فاطمه، واريد اساله بس لا 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 اسمعني اسمعني اسمعني، مو انا اريد اسوي حوار. ابو عائشة عنده راي راح نسويه ضمن ايه تطهير، بس هو اليوم ما التحق بينا. عنده راي ان عائشة أفضل من فاطمة وأنها أفضل النساء، فراح نسوي حوار إنه فاطمة ما راح أكتب فاطمة أفضل من عائشة مع الأخ شيخ عبد العزيز، سأبين حلقة هل يقاس بفاطمة امرأة من نساء الكون منذ خلق الكون إلى أن يبدل الله الأرض غير الأرض. سأعمل هكذا حوار، وأريدك إن شاء الله تكون في أكو عنوان ثاني. أيهما أفضل، الثريد أم الجنة؟ الثريد أم إيش؟ الجنة، سيدة الجنة والثريد. يا أخي أبو كريم، والله من العيب إنه واحد يقول إنه زوجتي فضل، زوجتي فضل معون الثريد، والله عيب. هو ابو عائشة يقول الثريد الى ما يقول لا ممكن يسوي موضوع، هو يقول والله ممكن فاهم غير شكل ابو عائشة، ما يصير عيب والله. هو يقول مع العلم الثريد يعني يسوي لي غازات ويطلع ريح، ما يعني مشكلة على اي حال، نسأل الله ان يغفر. شكرا لك شيخ ابو عائشة، تفضل خذ دقيقة اذا تريد ترد. تفضل دقيقة واحدة بس ابو مصطفى، دقيقة واحدة بس. حديث سيد سهل الجنة، يا اخوان لو اطلعتم عليه البخاري وقصته لرأيتم أنه جاء من قبيل الترضية، جاء من قبيل الترضية. الرواية تقول، طبعا ترويها أم المؤمنين عائشة، تقول أقبلت فاطمة تمشي كأن مشيتها مشي النبي صلى الله عليه وسلم. الله شوف
ما أعرف تشبهها بالنبي، هذا الدليل على أمانتها وصدقها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مرحبا بابنتي، ثم أجلسها عن يمين. أم عباس تقول اجلسها مكانه، لا والله اجلسها عن يمين أو عن شمالي، ما اجلسها مكانه. ثم أسر إلي حديثا فبكى، فقلت لها إن تبكين؟ ثم أسر إلي حديثا فضحكت، فقلت ما رأيتك اليوم فرحا أقرب من حزن. فسألتها عما قال، فقالت ما كنت لأفشي سر رسول الله حتى قبض النبي. فسألتها فقالت أسر إلي إن جبريل كان يعارضني القرآن كل سنة مرة، وإنه عارضني العام مرتين، ولا أراه إلا حضر أجلي، وإنك أول أهل بيتي لحاقا بي. فبكيت. فقال أما ترضين، أما ترضين، أما ترضين، الرواية واضحة، أن تكون سيدة مثال الجنة أو نساء المؤمنين. فضحكت لذلك، فضحكت لذلك. أبو عائشة هذا الكلام كان من عند أم من السماء بوحي؟ فالدليل أنها ترضي من رسول الله لهذه السنة. ما جاوب، ما جاوب الكلام من جهة النبي قصير من جنة على سيدة نساء العالمين، نار وجنة رسول الله. أخواني كلمة أخيرة، الأخ حمد سليمان اللي قلت أنه تبرع